لكن بس نشوفه. يرام الصباح مسكن وما خدامين. الله يدير الخير وصح. كاين الطريق اللي يدوز على بن صميم ولكن معدبة شوية، تيدوزو مع الطريق هادي قريبة شوية من هنا. الله يكتب مكاتبات الخير هذا اللي نقولو. خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخوان هذه البركه اللي كانت عندي في جبل بري يب تاع لازرو، ان شاء الله غادي ندخل منا غدا السوق 3 ازرو، ندخل منا شي بركه. كاينه مخلطين خروفات وخرفان، اللهم يسر ويسخر الجميع. المهم الاخوان كما تشوفوا معنا هنا كاين الدخان، العافيه هذه من الصباح شاعله في المطار ديال إفران. الله يحفظ، الله يحضر السلامه. الله يكتب مكاتبات الخير وصافي. يعني من الصباح ورا تا الوقايه المدنيه ديال النواحي ديال الريش وهذه تا هما راهم هبطوا. الله يحد لباس هادشي اللي نقولو. المهم الاخوان فلوق خفيف ظريف، تبارك الله البركه هي هادي، اللهم يسر. غادي نعزم لنا غير شي حاجه، شي خروفه وشي خرفان، شي ذكوره ندي منها، شي ذكوره ندي منها، شي نتاوي. يعني الحمد لله كيما شفتو الفيديو ديال النهار ديال الاربعاء، يعني نال اعجاب العديد من المتتبعين. الحمد لله يعني بغيت نشارك معكم تاع الفيديو ان شاء الله. موعدنا ان شاء الله غدا الثلاث فيديو ان شاء الله ديال الاثمنه، اللهم يسر. وان شاء الله الاخوان نحط لكم تاع اثمنه ديال البيع ديال هاد الخروفات وهاد الخرفان. كاين العديد من الاصدقاء الاخوان والمتتبعين تاعي طوتي بالنسبه للفيديو ديال الاربعاء، اتصلوا بيا بزاف ديال الناس، يعني قال لك زعما علاش ما عيطتيناش، ما حطيتيهاش بعدا قبل البيع ديك الساعه دخلها للسوق. صراحه الاخوان يعني السوق فيه الثمن، تعيط لك شي واحد تقول لي شي ثمن تتصحابو واش باغي تنصب عليه، تتصحابو بزاف ديال الحوايج. يعني كما تيقولوا السوق الراس القرون، حتى الا عجبتك السلعه وبغيتي دير السلعه ديالي مرحبا، ان شاء الله غدا نتلاقاو في السوق 3 ومرحبا، اللهم يسر. نقربوا لهم شويه. هذا خرفان هادو باربعه بيوم، يعني غادي نديهم غدا بخمسه تاع هذا، هذا خمسه تاع هذا اللي تيحك غادي نديه. اللهم يسر، نطلبهم الله تيسير. كاين شي خرفان هنايا تا هما ولاد غنم بلديين، ما غاديش نديهم السوق. بحال هذا ما غاديش نبيعو، هذا اللي جاي تا هو ما غاديش نبيعو.
هذا ما غاديش ندخل للسوق، هذا تاع ما غادي بجوج بيهم ما غاديش ندخلهم، هاد الخروفه تاعي ما غاديش نديها. هادو هاد الخروفه هادي ما غاديش نديها، هذاك خروف ما غاديش نديه، هادي غادي تمشي للسوق، هادي هذاك ما غاديش نديه. اللهم يسر. نتمنى الاخوان يعجبكم الفلوق، تحياتي لكم تحياتي للجميع. بالنسبه للناس الاخوان اللي تفرجوا فينا اول مره، ما ينساوش يتفاعلوا معنا في القناه. اللهم يسر. صراحه الاخوان يعني دخن كثير، الله يدير الخير. صراحه راه من الصباح من العشرة تقريبا والدخان ديالها باين في السماء. الله يحضر السلامه. صافي هادشي اللي نقولو. هانتوما الا شفتو هنا هنا تيطلع الدخان بزاف هنا يعني بكثرة الدخان الاخوان. هذا راه حنا في ازرو وتما الغابة راه جهة المطار في فران، يعني راه تقريبا شي 16 كيلومتر. وشو كي تيبان الدخان كتير. والسلامة، هادشي اللي نطلبو السلامة.